السلام عليكم ورحمة الله، يا رب تكونوا دايما بخير. بسيط بتقدم لكم في الفيديو ده طريقة تخطي حساب جوجل للهاتف سامسونج جالاكسي جا 4، موديل الجهاز جا 400F، إصدار الحماية السادس، إصدار الأندرويد 9. في البداية هنحمل البرنامج المستخدم في الفيديو، رابط تحميل البرنامج هتلاقوه أسفل الفيديو. على التليفون المحمول هنختار اللغة ونسجل شبكة الواي فاي، وبعدين هنروح على الكمبيوتر نفك الضغط عن البرنامج، بنخش مجلد البرنامج، بنضغط كليك يمين على أيقونة البرنامج وبنختار Run as Administrator. بنوصل جهاز التليفون بجهاز الكمبيوتر أو اللابتوب عن طريق كابل USB داعم لنقل البيانات. بعد ما الكمبيوتر أو اللابتوب بيتعرفوا على جهاز التليفون، بنضغط في البرنامج على خانة FRB Bypass أول خانة على الشمال، وبعدين بنضغط على OK. البرنامج هيبدأ يقرأ بيانات جهاز التليفون، بنستنى لحظات. بعد انتهاء البرنامج من قراءة بيانات الفلاش اللي موجودة على جهاز التليفون، هتظهر رسالة أو إشعار على شاشة التليفون زي ما احنا شايفين في الفيديو. بنضغط على كلمة عرض، بيفتح لنا متصفح جوجل كروم، بنضغط القبول والمتابعة، التالي، لا شكرا. في مربع البحث فوق بنكتب VN ROM زي ما مكتوبة قدامنا على شاشة الفيديو. بنختار أول نتيجة بحث. الصفحة اللي موجودة قدامنا فيها التطبيقات اللي من خلالها هنقدر نتمكن من تخطي حساب جوجل للجهاز. في البداية بننزل تطبيق FRB VN ROM، المتابعة، سماح. اللي موجود قدامنا ده إعلان، سواء جاب الإعلان ده أو غيره بتضغط على زر الرجوع أسفل يمين الشاشة، وبعدين بتضغط مرة تانية على تطبيق FRB VN ROM، موافق. بننزل تحت شوية وبنضغط على تطبيق Setting، موافق. أعلى يسار الشاشة بنلاقي تلات نقط بنضغط عليهم، بنختار التنزيلات، بنستنى لحد ما تطبيق FRB VN ROM يحمل. بعد تحميل التطبيق بنضغط عليه علشان نثبته. الإعدادات، بنفعل خيار السماح من هذا المصدر، بنرجع خطوة للخلف، بنضغط التالي، تثبيت. تم. بنضغط على تطبيق سيتنج علشان نثبته، تثبيت، فتح. تفتح لنا الصفحة الرئيسية للإعدادات، بننزل تحت شوية وبعدين بندخل على الحماية. ضبط آخر للحماية، تطبيقات مسؤولو الجهاز. بندخل على العثور على جهازي وبنعمل له إلغاء التفعيل. بندخل على مدير جهاز الأندرويد وبنعمله تفعيل. بنرجع للصفحة الرئيسية للإعدادات مرة تانية، بندخل على التطبيقات، بندور على تطبيق خدمات جوجل بلاي، بندخل عليه وبنعمله إلغاء التفعيل. بنرجع خطوة للخلف وبندور على تطبيق كروم وبنعمله إلغاء التفعيل. بنرجع للصفحة الرئيسية للإعدادات مرة تانية، بندخل على حسابات والنسخ الاحتياطي، حسابات، إضافة حساب، بنختار جوجل. من خلال الصفحة اللي موجودة قدامنا بنسجل دخول لحساب جوجل.
لو ما معناش حساب نقدر نعمل حساب على اي جهاز تاني وبعدين نرجع للصفحة ديت نسجل عليها دخول للحساب. وافق بنرجع مرة تانية للصفحة الرئيسية للإعدادات، بندخل على التطبيقات، أعلى يمين الشاشة بنلاقي كلمة الكل بنضغط عليها، وبعدين بنختار تم إلغاء التفعيل، بنضغط على خدمات جوجل بلاي وبنعملها تفعيل، بنرجع خطوة للخلف، بنضغط على كروم بنعمله تفعيل، بنعمل إعادة تشغيل للجهاز. بعد إعادة تشغيل الجهاز بنضغط على بدء، بنحدد لقاءات قرأته كل ما ورد عليه وبنضغط التالي، بنحدد تخطي هذا الأمر وبنضغط التالي التالي. إشعار من الجهاز تم إضافة الحساب الأول بنجاح، بنضغط التالي. التالي ليس الآن، تخطي على أي حال. قبول، موافق، تخطي تخطي إنهاء. تم تخطي حساب جوجل للهاتف بنجاح. يفضل عمل إعادة ضبط المصنع من داخل الإعدادات علشان خاطر الملفات اللي حملناها وثبتناها من على الإنترنت. إعادة ضبط المصنع من داخل الإعدادات الجهاز بعدها مش بيطلب منك حساب جوجل. بندخل على الضبط، بننزل تحت خالص وبعدين بندخل على الإدارة العامة، إعادة الضبط، إعادة تعيين بيانات المصنع، إعادة ضبط، مسح الكل. الجهاز بيعمل إعادة تشغيل وفي الغالب بيفضل على شعار سامسونج من 5 لـ 8 دقايق.
بعد عادة تشغيل الجهاز بنختار اللغة، بنضغط بدء، بنحدد لقاءات قراءة كل ما ورد وبنضغط التالي، بنحدد تخطي هذا الأمر وبنضغط التالي، تخطي، التالي، قبول، ليس الآن، تخطي على أي حال، تخطي، تخطي، إنهاء. تم تخطي حساب جوجل وعمل إعادة ضبط المصنع بنجاح. يا رب يكون الفيديو عجبكم وأكون قدرت أقدم حاجة مفيدة. أي استفسار أي مشكلة طرق التواصل أسفل الفيديو.